مشى معنا للساحل العاج كوت ديفوار اي جو بونس كي لا فيو لو بوتونسييل كيليا اون كوت ديفوار ميم سي اون اي اون روتار مي ايليا انكور بوكو افير البلاد كيما الساحل العاج vous avez une croissance entre 8 et 10% معناها كوت ديفوار كوت ديفوار معناها امور قانونيه وناس تخدم على رواحهم افيك دي بيرسبكتيف اكسترورديناير يفو با فوار ساحل العاج اونيكمون ساحل العاج لازمك تشوف ساحل العاج بوابه للويست افريكان الكل معناها افيك دي لوا و دي ان كود دانفستيسمون كي تريز انتريسون الكل دونك ما مي اليوم اون ابري دو روتار بارابور ا دوتر معروفين مش لازم نسميهم البلدان اللي سبقونا والكل معروفين مي ريست انكور بوكو افير ساحل العاج والبلدان اللي بحذاها الكل واللي مشى لهم السيد رئيس الحكومه ريست انكور بوكو افير لافريك سوبساريان معناها مي يلزمنا حضور مش تقول لي شنو الحضور حضور تو تيب نرجعوا لحكايه اللوجيستيك طيران ماريتيم لي زامباساد يعني ثم خمسة ستة خطوط جديدة تنجم تعملها تونيتير ويكونوا معناها احنا اون ديسير رونتابل 100% اون ديسير وي بيي ايه المغرب 26 ولا قداش 32 ولا 32 وتركيا 40 41 بيي حتى الجزائر عندها خطوط الجزائر كيف كيف سي فوندامونتال اما تنجمش تحل الخطوط وانت ما عندكش صفات معناها الكل مربوط ببعض اليوم تونس مش تقول لي والله سامحني انا جبت على السؤال يعني خليت شفتها في ديدار الانترفيو نتاع السيد رئيس وزير الخارجيه وزير الخارجيه طرح له سي توفيق الحبايب سؤال قالوا عندنا السؤالات مسكره من جانفي قالوا يسامحش معناها راجل بلا سفير في بلدان وفي الحال في الحال قالوا هذيك القوه نتاع البوتونسيال نتاعنا كان عندك سفير وما وقنصلات ويخدم واتاشي كوميرسيال وناس معناها النار تقدح وكي يجريو على 200 دولار ما تنجمش تخدم سامحني ليكسبيرونس ماروكان شفنا الواد ماروك يمشي يقعد بالشهر وهو مقيم غاديك الكوت ديفوار مشى لهم لي كوميرسون ماروكان انا صفحهم في الاسواق بحكي ما مشى في مشكل دونك سامحني الدبلوماسيه الاقتصاديه ما تروح كذا الدبلوماسيه الاقتصاديه سو تيب معناها دامباساد يلزمهم ان بروفيل بيان ديتيرميني نتاع سفراء نتاع سفراء اللي هما اون ستركتور مونتال بوكو بلوس ايكونوميك كوتر شوز ولا ما نعرفش واحد ما باش يلوج باش ما نعرفش انا باش يعمل سياسه ما فماش سياسه ولا يلوج في البنان ولا اللي بيه الفائده يقابل في مرت فلان اللي بيه الفائده هو الاقتصاد اي اليا كرياسيون دو ريشيس ممكنه في تونس في جورة البلدان هذوم خاطر شنو هو اليوم كيفو انت تحكي على اللوجيستيك لومباساد افون تو ثانيا الخط الامباساد والطيران يمشيو مع بعض خاطر اذا كان عندك ان بروبليم دو فيزا اذا كان ما فهمش السفاره ما تنجمش تحل الخط كيفاش تحل الخط وانت ما عندك مازالت حكايه الفيزا والكل اذا كان ما فهمش فيزا تنجم تسبق اما اذا كان فما فيزا يلزم السفاره ما كانش باش تحل الخط وانت عندك مشكل نتاع فيزا ما فهمش السفاره سي با بوسيبل معناها يفو اتر كونسيكون افيك سوا ميم فهمت اذا كان ما فماش فيزا انا بوكو دو شونس نشوف لي مارشي افريكان طارق شريف تعرف اللي الناس كليك ماذا بيه انا جو باس ما في اون افريك بور دو ريزون دابور جيكسبورت بوكو اون افريك جو سوي بريزيدون دو لا كونفيدراسيون افريكان دو تنس دونك ا سو تيتر طول النهار وانا من بلاد لبلاد ومن اجتماعات ولا دي تورنوا والكل ما عندكمش فكره شنو اللي صاير في افريقيا ما عندكمش فكره شنو اللي تبدل في افريقيا والله حتى لا كولوم دو لافريك وقت اللي جاو قعدوا مع الاتيكال مع حالهم تاع الكوميتا تاع السوق هذيك ولافريك اوسترال وسوب ساريان انا نمشي امشي لرواندا تو والله لا تم رواندا لاند ميرفي امشي لرواندا تو والله لا تم امشي لكيغالي والله لا تم والله كيغالي كاينك في جنيف مي اتونسيون لو سامدي فوز افي اي لو بريزيدون اي لو غوفرنمون ينظفوا في الشوارع ليكزومبل فيان دو حتى نص الشاهد شفناه في سيدي حسين قاعد ينظف شوي لا لا مي خليت رواندا باسكو سي ان اكزومبل فرابون معناها دو بروبرتي عنده اون اكسبيريونس كبيره نتاع بعد الحرب الاهليه بعد غيره اي ورد بالك ريمي الكولين عارف كيفاش يديرجعوا الكوميونيتي مع بعضهم معناها رواندا راهو تعديت من صعوبات انكرويابل 800000 مقتولين عمل 800000 معناها غير سيفيل مش امشي شوف اليوم الاقتصاد نتاع رواندا يا اخي الكوت ديفوار ما كانش فيها حرب اهليه تو تافي كانت فيها حرب اهليه عام 2011 2011 معناها الحكايه عندها خمس سنين 3000 موتر كيف 3000 موتر شوف اليوم الكوت ديفوار كومبليتمون ابيزي سي ان بي معناها كي في اون كروسونس اكسترا اوردينير اون ديموكراسي كل شيء مريقل لي شونتيي سون